أصدقاء، اليوم عندي وصفة اللوز بولر أو الكعك السويدي بالزعفران. عندي حليب دافئ وياه زعفران، ربع كوب سكر، خميرة فورية ويا بيضة واحدة. هسا ورا 10 دقائق تشوفون انه تخمرت أو تفاعلت الخميرة، نضيف لها شوية هيل وباقي كمية الطحين، ونبدي نعجن شوية شوية إلى أن نحصل على عجينة متماسكة ترتاح 5 دقائق، ونبدي نشكل العجين. هسا ضفت لها شوية زبدة ونكمل عجن، تقريبا 100 غرام زبدة. هسا هذا هو شكل العجين، خليته يرتاح ربع ساعة. هسا أبدي بتشكيل الفطاير. هسا أبدي أخلي هنا زبيب أو كشمش، وراح أدنها بصفار بيض، مضاف إليه شوية خل حتى نتخلص من الزناخة.